ولدت تي دبليو اي في اليوم الاول من هديه الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت للملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وكان دورهم ينحصر في تدريب الطيارين والى اخره والصيانه حق الطائرات. طبعا من بعد الفكر عند الملك عبد العزيز رحمه الله عليه كان يعلم باهميه الطيران، والدليل أنه أرسل مجموعات متتالية وإلى عدة دول، وهذولا شكلوا نواة الطيارين في الخطوط السعودية والمشغلين في العمليات. مع بداية عام 58 ميلادي بدأت الخطوط السعودية بإنشاء معهد لتدريب الطيارين، وكان تحت إشراف الكابتن بهاء الدين أسعد، وكان من أوائل الطيارين السعوديين. بعد المرحلة هذه ابتدت صناعة الطيران النقل الجوي في العالم كله تتوسع. بالتوسع هذا كان في عندنا مشكلة هنا في المملكة، انه ما عندنا قلة الكوادر، فعقد اتفاق مع تي دبليو اي في عام 67 بحيث انها تشرف اشراف كامل على إدارة الخطوط السعودية. الخطوط السعودية ما في شك نجحت نجاح كبير في الاستثمار في العنصر البشري. بداية الستينات تم إنشاء مركز التدريب التوجيهي، وكان هو مكمل لنقص كان حاصل في تعلم اللغة الإنجليزية، وكان يشرف عليه الأستاذ محمد تونسي، وفي نفس الوقت كان يقدم برامج لها علاقة بالتسويق وإلى آخره، وبرامج لها علاقة بالثقافة والفنون وأشياء كثيرة من هذا المنطلق. ومن بعض النشاطات لمركز التدريب التوجيهي تم ابتعاث 127 متدرب لدرس العمليات الجوية والمالية والصيانة وطب الطيران. في نهاية 1964 أخذ قرار من مجلس إدارة الخطوط السعودية بشراء 3 طائرات دي سي 9 من طراز دي سي 9 ماكدونالد داغلس الأمريكية، وفي المفاوضات كان التدريب حاضراً، وابتعث في الاتفاقية هذه 30 متدرب لدراسة صيانة وهياكل محركات الطائرات، وتخرجوا جميعهم، والمميزين منهم 3 حصلوا على درجة مهندس طائرات: المهندس عدنان دباغ، والمهندس أحمد شرعبي، والمهندس جميل تميرك. ومع بداية عام 1964 تم إنشاء برنامج متخصص في التسويق، وكان يسمى تدريب التسويق، والتحق به 44 طالب، وكانت عمارته تتراوح بين 21 و18. تدريب التسويق كان ينقسم الى قسمين: قسم نظري، وكانوا يتلقوا المتدربين تدريبهم في المركز التدريب التوجيهي، وكان تدريبهم في خدمات المطارات، المبيعات والشحن الجوي. اذكر بعض الخريجين في من هذا البرنامج: الاستاذ زين العابدين امين، والاستاذ عبد الحميد الجحدلي، والأستاذ حاتم زارع رحمة الله. الحقيقة إذا كان ننظر بعين عادلة لبرامج التدريب اللي حصلت في الخطوط السعودية سواء كان في الماضي أو حتى في الحاضر، فأيقونتها البرنامج الإعدادي لخدمات النقل الجوي. لو في شيء واحد يعني ما أنساه طول حياتي هو السيد حمزة دباغ رحمة الله عليه، قدم أعتقد لمجلس الإدارة في ذاك الزمان برئاسة سمو الأمير رحمة الله عليه الأمير سلطان، وأخذ الموافقة بكل المستويات. فكلفت أنا واثنين من الزملاء، أنا أذكر نزلت 14 قرية ومدينة في المملكة العربية السعودية. طبعاً عملية اختيار الطلاب كمان كان لها دور كبير، يعني ما كانت عملية عشوائية يعني. وكان هناك المزج اللي يجي من قرية أو من مدينة ينضم إلى السكن في نفس الغرفة دي، ويسم الدمج والامتزاج حق الثقافات، لأنه إحنا قارة المملكة العربية السعودية. واستمر البرنامج 9 دفعات. الخطوط السعودية كانت تملك في فترة من الفترات مكتبة عامة يفوق عدد الكتب اللي فيها مكتبة جامعة الملك عبد العزيز. البرنامج هذا كان مغطي كل شيء: العوامل السيكولوجية، العوامل البدنية، العوامل الذهنية، النشاطات اللامنهجية. بسيرة اليونيفورم الآن، كنت لما أروح الويكند أو العطلة نهاية الأسبوع لمكة لازم نخرج بالبدلة بالكرافتة والهذا، كنت وأنا ماشي في الشارع الناس يطالعوا فيه مستغربين مين هذا اللي لابس كده أفندي كده وماشي في الشارع. فتم اختيار شخصيتين في وقت واحد، أحدهم ينتمي إلى التعليم الصناعي وهو الأستاذ عبد الله مراد رحمة الله عليه، والنقيب المظلي الأستاذ عبد الرحمن الجعيد. الأستاذ عبد الرحمن الجعيد ابتدى يضع خطة
شاملة بحيث أنه ينشئ جيل مدني في ظل عسكري. كان يعني يومنا في البرنامج الإعدادي يوم حافل، نبدأ من بعد أذان الفجر، كان عندنا 11 حصة بالضبط، يعني يومنا ينتهي مع قبل أذان المغرب بنص ساعة. خلال اليوم هذا كله كان علم ودراسة ورياضة. فهذه القارة كلها تبغى تجمعها، ولما تشوف تقول هذا موظف خطوط السعودية، لأنه يشارك زملائه كلهم بغض النظر عن التخصصات حقته في مميزات معينة مزروعة فيه. ومع توسع الخطوط السعودية في أسطولها أتطلب أنه نحن نغير من فلسفة البرنامج الإعدادي إلى فلسفة برامج أخرى كثيرة، فاضطرنا نزيد في عدد المتدربين، فدورنا حتى حصلنا على مجمع للتدريب والتنمية ويسمى مجمع الزبل. كمان كانت يعني فكرة مرة ممتازة أنه توجهت الخطوط السعودية لشراء المجمع بكبره، والحقيقة مروا على الزبل هذا يعني إيش أقول لك، ألوف مؤلفة من الطلاب والمتدربين، خاصة في برنامج صيانة الطائرات. وهنا الحقيقة أتذكر أزمة الخليج الأولى، هي كانت عام 1990. طبعا كثير من الأجانب اللي كانوا يشتغلوا الفنيين في الصيانة كانوا خايفين من الحرب وما الحرب إلى آخره، فرجعوا لبلدهم، فصار في فراغ كبير في عدد الموظفين. كانوا الطلاب متدربين الخطوط السعودية إلا نحن دربناهم وعلمناهم ورجعوا اشتغلوا، كانوا ممكن يصونوا أسطول حق الخطوط السعودية في ذاك الوقت يعني. وهذه حقيقة كانت إشارة مرة ممتازة إنه الشيء اللي كنا سويناه في السنين اللي راحت ديك كلها كانت هي بالفعل حققت أهدافها. بعد تخرجي من الجامعة عام 1977 تم ترشيحي لوظيفة مدير التدريب بأمريكا. مكتب التدريب في أمريكا هو أولاً اختيار أفضل الجامعات، أفضل المعاهد، أفضل المدارس، خاصة طلاب الصيانة لازم تختار لهم معاهد اللي هي صيانة الطائرات. يعني كنا نسوي لهم برنامج خاص، مو برنامج عام. غير المشاركات هذه كانت الخطوط السعودية تقيم حفلات تخرج، منها كانت حفلة سنوية يحضرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز. الملك فهد رحمة الله عليه كان أعتقد ولي عهد، والله يرحمه برضو الأمير تركي حضر برضو حفلة من الحفلات. والله إحنا كنا نفتخر ويحق لنا أن نفتخر ولا نزال. هي البيت الثاني، هي المرحلة التي تشكلت فيها شخصيتي وتشكلت فيها جميع مراحل